أضاع الهاتف وضاعت معه مبالغ ضخمة جدا الحقيقة، يعني ضاع تحت ضخمة فلوس ضاعت نعم نعم مع الهاتف. نعم هذا سرقة ولا كنت في أحد المطاعم في القاهرة، نعم، فقدم المضيف لنا السلطات والشربة، فكنت من باب الطرفة أقول له يعني إحنا شبعنا من السلطات والشربة، نعم، والأكل الرئيسي ما جف، يا ليتك تلف لنا الأكل وناخذه، إحنا ساكنين بجوارك الطرفة يعني. نعم. أكلنا وانتهينا وخرجنا من الغداء الرابعة والنصف. لم أشعر بأني فقدت حاجياتي أبدا، لأني وصلت منهكا فنمت مساء، استيقظت بعد المغرب طبعا باعتبار صلاة جمعا وقصرا، عملنا القهوة فطرق الباب، السلام عليكم السلام، في حد سعودي هنا؟ شوف هذه اللفتة لتعرف أن في كل شعب وفي كل مجتمع أقوام ينبغي أن يحملوا فوق الرؤوس، لا شك. قال لي في حد سعودي هنا؟ فصاحبي قال له أنت عاوز إيه؟ قلت له خليه يدخل. دخل قال أيوة أنت حضرتك. قلت له في إيش؟ قال في حاجة وقعت منك. فأنا فزعت إلى الغرفة، بحثت إذا بالمحفظة والجوال وأغراض أخرى كلها مفقودة. قلت له إيه فقدت كذا وكذا وكذا. قال تفضل. أول شيء المحفظة، المحفظة كان في مبلغ كبير، كنت أخذ عهدة مبلغ كبير قبل أن يعني يبدأ العمل الإعلامي المنظم. فإذا به لم ينقص شيئا، ما شاء الله، كمبلغ كبير، ما شاء الله، ما شاء الله. سحبت منه مبلغ لأني لم أكن في شعوري لأعطيه. نعم. قال لي أبدا، أرجوك خذ، قال ولا أخذ. يا سلام، أنا أقدر أخذها كلها. يقول قلت له لكن أنت تأخذ الآن حلال. نعم. قال لي لا أنا لا أريد، أنا أتيت بها لله. شوف ليس هنا الموقف الحقيقة الأعجب. نعم. قلت له كيف عرفت أني هنا؟ نعم. يعني 3 أو 4 ساعات الآن الوقت. قال لي أنتم قلتوا طرفة، قلتوا حط لنا الأكل وإحنا سكان، فمنذ خرجتم وأنا ماسك المساكن المجاورة للمطعم واحدا واحدا، أنا أتي للبواب أقول له في حد سعودي هنا؟ يا سلام. يقول لي في الدور الرابع والخامس والسابع والتاسع. يا سلام. والعاشر. يا سلام. أمسكهم باب باب، أخبط، يطلعوا، أشوفهم مش أنت موجود، أخرج. يا سلام. حتى الثامنة أو الثامنة والنصف، ومع هذا ما قبل أن يأخذ مكافأة. ما قبل يا أخي، هؤلاء الناس نماذج فريدة كما تفضلت، يحمل على الرأس والله. صحيح. يا سلام يا سلام. وعاد إليك الهاتف. عاد كل شيء يعني. عاد ما هو أغلى من الهاتف. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك.